22 مسلسل بيتوزعوا بين الكوميدي، الشامي، الاجتماعي، الفانتازيا والتاريخي رح تشوفوهن على المحطات الفضائية. منرحب فيكم بقناة بوسطة دراما، واليوم رح نحكي عن كل المسلسلات السورية يلي رح تنعرض برمضان 2017. والبداية مع قسم الكوميديا يلي بيضم 6 أعمال. أول مسلسل أزمة عائلية، وهو سيت كوم بيحكي عن مواقف ويوميات أسرة سورية بجو الحرب. معك رخصة بهالمكنة؟ أي مكنة؟ هذا الرادار. هذا ما اشترينا الشري، هذا اختراع. أبطال العمل هنن رشيد عساف، رنا شميس، طارق عبدو، ليا مباردي، نجاح مختار، عاصم حواط وغيرهم. إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن العمل رح تلاقوا رابط تحت هذا الفيديو بياخدكن على ريبورتاج مفصل بيتضمن بعض الكواليس والمشاهد الحصرية. أما تاني مسلسلاتنا هو سايكو، وبيحكي عن 5 شخصيات بتلعب دورهم أمل عرفة وأحياناً دفعة واحدة. ما بتعرفي إنه هدول الجماعة هددوني بقتلي، بقتلي. العمل من بطولة نضلي الرواس، روبين عيسى، أيمن رضا، فادي صبيح وغيرهم. صوتك هذا؟ المسلسل الكوميدي الثالث صنفوا صناعه كلايت كوميدي، وهو بعنوان هواجس عابرة. بيحكي عن مجموعة جيران بيعيشوا ببناية واحدة وبتصير بينهم مجموعة من المواقف الطريفة. بطولة العمل لكاريس بشار، أحمد الأحمد، محمد حداقي، جيني إسبر، طلال مارديني، فادي صبيح وغيرهم. لتفاصيل أكثر عن بعض خطوط العمل وكواليسه كمان في رابط تحت الفيديو بياخدكن على ريبورتاج مفصل. ولكل محبي السلسلة الكوميدية الناقدة بقع الضوء، هالسنة رح نشوف الجزء 13 منه. كمان بهالموسم رح نشوف مسلسل بعنوان سنة أولى زواج، بيعرض المشاكل يلي بتصير بين الزوجين ببداية حياتهم المشتركة، وبيلعب بطولته يزن السيد، دانا جبر، محمد خير الجراح، روعة ياسين، مرح جبر وغيرهم. وآخر عمل كوميدي لهالموسم هو جنان نسوان، بيحكي عن زوجة غيورة بيوصلها خبر خيانة زوجها فبتبدأ بملاحقته، وبيلعب بالبطولة ديما أندلف، وائل رمضان، جمال العلي، عبير شمس الدين، دانا جبر، يزن السيد وغيرهم. أما بالنسبة للدراما الشامية فهالموسم بيضم 5 مسلسلات. أول مسلسل وردة شامية المستوحى من شخصية الأختين ريا وسكينة، وهو قصة افتراضية بتحكي عن وردة وشامية يلي بيرتكبوا سلسلة من جرائم القتل بهدف السرقة. الأبطال الرئيسيين بهالعمل هنن سلافة معمار، شكران مرتجى، إلى جانب سلوم حداد، سعد مينا، جيانا عنيد، يوسف حداد وغيرهم. ولتفاصيل أكثر كمان في رابط خاص بوردة شامية تحت الفيديو. وباقي الأعمال الشامية لهالموسم هي استكمال لأجزاء سابقة، مثل الجزء 9 من باب الحارة، الجزء 2 من خاتون، الجزء 4 من طوق البنات، والجزء 2 من عطر الشام. أما محبي الدراما الاجتماعية رح يكونوا على موعد مع 7 مسلسلات. أول مسلسل شو يلي بيحكي بشكل أساسي عن فكرة الحنين للماضي من خلال عدة محاور، ومنشوف بأحد خطوطه قصص حقيقية صارت مع نساء تعرضوا لسبي داعش. بطولة العمل لباسم ياخر، نسرين طافش، منى واصف، أحمد الأحمد، سوزان نجم الدين، روزينا لدقاني وغيرهم. ريبورتاج مفصل عمله فريق بوسطة عن هذا العمل بتلاقوه تحت هذا الفيديو. العمل الثاني هو مسلسل ترجمان الأشواق، وهو من كتابة السيناريست بشار عباس عن فكرة فيلم للمخرج السينمائي محمد عبد العزيز. بيحكي عن الحب والسلام من خلال قصة 3 أصدقاء بيطلعوا من السجن وبيتفرقوا بتسعينيات القرن الماضي، ومع بداية الحرب بسوريا بيلتقوا من جديد ومنتابع الأحداث يلي بتصير معهم. بطولة العمل لعباس النوري، غسان مسعود، فايز قزاق، ثناء دبسي، شكران مرتجى، نوار يوسف وغيرهم. الملفت بهذا العمل أنه أبطاله تبنوه بشكل كبير، حتى أنه عباس النوري عم يحب يتواجد مع فريق التصوير حتى لو ما عنده مشاهد. كمان لهالموسم رح نشوف شبابيك يلي رح يقدم بكل حلقة قصة مختلفة عن المشاكل بين الزوجين، وبيضم بسام كوسا، كاريس بشار، سلافة معمار، عبد المنعم عمايري، محمد حداقي، ديما اندلفت، أحمد الأحمد، ميلاد يوسف،
كيندا حنا، أيمن عبد السلام وغيرهم. أما رابع الأعمال هو الهيبة، وهو العمل الجديد للثنائي تيم حسن ونادين نجيم. وهالمرة رح نشوف تيم مهرب سلاح ومخدرات بين الحدود السورية اللبنانية، وبتجمعه قصة حب مع نادين نجيم يلي بتضطر تتزوجه قبل ما تعرف شو بيشتغل بالضبط. باقي أبطال العمل هنن أويس مخللاتي، روزينا لدقاني، منى واصف وغيرهم. وبالإطار الرومانسي الاجتماعي رح نشوف مذكرات عشيقة سابقة يلي بيحكي عن ممثلة مشهورة تورطت بالزواج من أحد تجار الحرب بسوريا قبل ما توقع بالحب مع رجل تاني. أحداث العمل بتتضمن قصص بتحاكي واقع السوريين المقيمين بلبنان. وبيلعب بالبطولة باسم ياخور، كاريس بشار، شكرًا مرتجى، سعد مينا، نيكول سابا، طوني عيسى وغيرهم. خامس المسلسلات الاجتماعية هو لست جارية. بيحكي عن قصة بنت بتتحول حياتها لمأساة بعد ما يكتشف زوجها سر بحياتها، ومن بعدها بيصير عاملة كجارية. أبطال العمل هنن كيندا حنا، عبد المنعم عمايري، رنا شميس، ضحى الدبس، زهير رمضان، عبد الهادي الصباغ وغيرهم. وآخر الأعمال الاجتماعية لها الموسم هو مسلسل الغريب، وبيحكي عن قصة موظف مظلوم بيدخل على السجن، وبعد أطلاق سراحه بيحاول الانتقام من أعدائه وبيعيش بحسب صناع العمل عدد من قصص الحب. بيلعب بالبطولة رشيد عساف، رنا شميس، منى واصف، زهير رمضان، مرح جبر، ميرنا شلفون وغيرهم. وبهالموسم رح نشوف أعمال فانتازيا بمسلسلين، أولهم أوركيديا اللي بيحكي عن صراع وحروب بين ثلاث ممالك بزمان ومكان افتراضيين. لي أوركيديا ولك أشوية بما فيها. بيلعب بطولة العمل جمال سليمان، باسل خياط، سامر المصري، سلوم حداد، عابد فهد، يارا صبري، سلافة معمر وغيرهم. وتاني عمل هو الرابوس، مسلسل الرعب يلي بيقدم مجموعة حكاية من خلال عدة شخصيات بعضها بيعاني من أمراض نفسية. وبيلعب بطولته أمل عرفة، بسام كوسا، نضل الرواس، كيندا حنا، عبد المنعم عمايري، عمار شلق وغيرهم. تفاصيل وكواليس عن الرابوس بتلاقوها برابط تحت هذا الفيديو. وآخر قسم لهالموسم هو القسم التاريخي وبيضم عملين، أول قناديل العشاق، وهو اجتماعي رومانسي بتدور أحداثه بحارة دمشقية بالقرن الثامن عشر، وبيحكي عن علاقة حب بتجمع بين شاب شامي مع بنت يهودية بتغني بماخور. وبيلعب هالدورين محمود نصر وسيرين عبد النور، بالإضافة لوجود صباح بركات، ديما قندلفت، جلال شموط، محمد حداقي وغيرهم. وآخر عمل هو أحمد بن حنبل، بيحكي عن السيرة الذاتية للإمام الإسلامي المعروف، والعمل من بطولة مهيار خدور، سلوم حداد، خالد القيش، جيانا عيد وغيرهم. كونوا على موعد معنا برمضان لتشوفوا كواليس تصوير بعض هي الأعمال، ومشان هيك اشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل جديدنا.